75% ديال الناس كيسولوني فاش خدام. السلام عليكم وويلكم عاوتاني في هذا الفلوج الجديد. هذا الاسئله اللي سيفطوا لي في الانستغرام وقيله راه وصلت 244 سؤال اللي سيفطوا لي. نجاوب على الناس اللي سولوني على هذه الرياضه هذه وعلى شي اسئله حتى هما راجعوني شخصيين. المهم نجاوب لكم على كل شيء ان شاء الله. اليوم معايا واحد سات سميتو انس. المهم جاي من ابو ظبي جبليه. واو السلام عليكم شي مزيان صحيحه. المهم دابا غادي نشربوا البري ورك اوت. دابا كنشرب اربعه الحوايج في واحد المشروب بي سي اي جلوتامين كرياتين والبري ورك اوت. المهم نشرب زراك زاك 3 دي ويشرب سي 4. المهم هذا هو الجلوتامين اللي كنشرب دابا انا. هير جلوتامين درايف ندير فيه جوج كوبات كتساوي 5 غرام ديال الجلوتامين زائد كرياتين. كرياتين مانو هيدرات. دابا شحال 100 كيلو عمرك درتيها؟ ما جامي. ما عمرك زرتيها؟ يلا سير بين لينا. الله يجعل البركة. يلا سير بين لي بو يوسف. يلا 140 كيلو بغينا 6 لي ريبيتيسيون. يلا شحال؟ يلا 160 اسيدي بغينا فيها 6 لي ريبيتيسيون. لي فان ديال يوسف كيطلبوا 6 لي ريبيتيسيون سينو غادي ديزابوناو. على مولانا واحدة ديال الفابور كنتسناوها صاحبي. الفابور we'll be right back.
تحيا خويا ناس ديال المهم راجع عندي مسكين من ابو ظبي. المهم هاد السيد تبعوها والانستغرام ديالو هو هذا هنايا غادي نجمعوا ان شاء الله هنايا في واحد النهار. المهم باش يجيو الدراري كاملين ونمشيو نهاجموا كامل لاصال لاصال يستعمروا غير المغاربه ان شاء الله تماك. وديديكاس للدراري ولاد سيدي معروف من البام السعاده حتى البيرشكو ديديكاس ليكم. هادشي كامل اللي كيقول راه ما كنعرفش انا حتى واحد حتى بلاصه مننا ولكن تحيه ليكم وتحيه للمغاربه كاملين. المهم راه يوسف راه خونا ومرحبا بك. راه ما حشمناش بعدا راه تهلا فينا صراحه. الله يحفظك اخويا مرحبا بك. صرش معانا والله ما نكذب عليك والله مرحبا بك اخويا. ايوا يلا عاد نخليه دابا ليكم وتا الفلوق الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك ليا اخويا. نبداو دابا الاسئله. القياس ديال البي سي اي والقياس ديال الايزو 100 كيعني زعما البروتين اللي فيه زيرو فات وزيرو دون ايزولايت. البروتين كنصح به انا الاوقات تقدر تاخذ سكوب واحد كتكون فيه 25 غرام فين يلاه تفيق في الصباح تشرب سكوب واحد ديال البروتين. السكوب الثاني تقدر تشربه من بعد لاصال مباشره جوج سكوبات في النهار. زائد البي سي اي خصك تاخذ الماكسيموم 7 غرام حتى 8 غرام في النهار. تقدر تاخذ 3 غرام قبل لاصال و 4 غرام في لاصال ولا تقدر تاخذ كل شيء في وسط التمارين. عرفتي شحال ديال السعرات الحراريه اللي خصك تاخذ في النهار، شحال ديال البروتين، شحال ديال الكربوهيدرات، شحال ديال الدهون المزيانه، وبحال اش داير البروغرام ديالك ديال التريننغ. راه ديك الساعه دي تقدر توصل النيفو اللي بغيتي ديال الماس مسكولر بلا دهون. ابدا عمري فكرت نخلي هذه الرياضه. هذه الرياضه هي اللي خلاتني نجي لهنايا وهذه الرياضه هي اللي خلاتني نعيش هذه الحياه هذه اللي عايش فيها دابا. الطول ديالي 1.88 متر. الوزن ديالي دابا واصل حتى 96 كيلو. كنصور الفيديوهات ديالي بكاميرا جي 7 اكس مارك 2. تقدر تاكل روبه وحده ماشي مشكل ولكن خاصها غير تكون فيها الكربوهيدرات والبروتين وداكشي اللي كنحتاج قبل لاصال. بروتين كربوهيدرات والدهون مزيانه ومن بعد لاصال كمل السعرات الحراريه ديالك اللي محتاج. كتصوم على 20 ساعة كما قلتي لي وكتبقى لك 4 سوايع اللي خصك تاكل فيها. واحد النصيحة ديالي يا خويا غير ركز مزيان في رمضان. 20 ساعة راه صعيبة شوية راه تنقص فيها الكالوري مزيان واخا دخلتي ديك 4 سوايع دخلتي فيها البروتين مزيان وهذا ما تقدرش تزيد واحد الكتلة العضلية على ديك النسبة القليلة ديال السوايع يعني راه ضروري غادي تطيح من الوزن. النصيحة ديالي يسالي رمضان رجع البروغرام ديالك كما كان. دخل تريننج هارد تريننج دخل الوجبات ديالك 5 ولا 6 ولا 7 الوجبات ديالك في النهار غتقدر تزيد في ماس موسكولير دغيا ان شاء الله. الا كنتي كتدخل الوجبات ديالك مقادين والسعرات الحراريه مقادين وكنتي كدير تريننج اللي قاصح بزاف وبروغرام مقاد عادي نقدر نقول ربع شهور خمس شهور غتوصل لواحد الفورمه زوينه. فاش كتزيد عاوتاني الشهور كتزيد الشهور كتزيد عاوتاني واحد النسبه مزيانه ولكن كما قلت الا قاديتي هادشي كلشي الوجبات تريننج والنعاس عندنا حنا عضلات صغار بحال البيسيبس تريسيبس الفومبرا دغيا كيتشافوا ماشي بحال العضله ديال الصدر اللي كبيره كتخدمها خصها واحد 3 ايام ولا خصها الوقت باش تتشافى. المهم العضلات الصغار كيتشافوا دغيا. فاش كيتشافوا دغيا يعني راه خصك تخدمهم كل يومين ولا كل 3 ايام تخدم عاوتاني بيسيبس ولا تريسيبس تزيد تكثر فيهم اكثر من العضله الكبيره. شحال ديال الوقت اللي خصك تريني في الحصه واقيلا كتعني كل واحد عنده البروغرام ديالو. راه ما جيش نقول لك راه لا ترينيتي ساعه راه مزيانه ولا زدتي فوق ساعه راه يطيح لك لي هرمون ديالك. هادشي ما كاينش. هادشي على الخوا الخاوي داكشي كلشي على حساب السعرات الحراريه ديال بنادم وعلى الجسم ديالك وعلى واش بغيتي تنقص ولا بغيتي تزيد ولا بغيتي تنشف.
بحال بغي ينقص الوزن راه يقدر يفوت ثلاثه السوايع راه مزيانه ليه، حيت كيقتل السعرات الحراريه وعادي يقدر ينشب اسرع وقت. دوك الناس اللي ضعاف اللي كيخسروا بالزربه السعرات الحراريه، هادوك خصهم ما يزيدوش على ساعه في لاصال ولا 45 دقيقه في لاصال، حيت راه كيخسروا بزاف السعرات الحراريه. ديك 45 دقيقه ولا ساعه ركز فيها على ليكزرسايز اللي مهمين، ولا ماشي مهمين حيدهم باش ما يضيعوا لك الوقت. الكرياتين، الكرياتين اللي استعمال ديالو هو قبل التمرين ومن بعد التمرين، 3 غرام 3 غرام الا كنتي مبتدئ، كنتي محترف 5 غرام قبل و 5 غرام من بعد لاصال. البيسيعي تقدر تخلطو مع السيفور. بالنسبه لي انا كنخلط السيفور مع البيسيعي والجلوتامين والكرياتين، كنخلطهم كلشي في مشروب واحد. الا كتخدم اي حركه ديال الظهر تقدر تخدم جهه بوحدها وجهه بوحدها. بحال مثال دابا كنتي بتخدم عاوتاني ديال بول داون، غتخدم واحد اليد. بحال دابا الا عندك اليمنيه مزيانه واليسريه عيانه، تخدم اليمنيه دير فيها 10 النقاط، اليسريه تقدر دير فيها 13 نقطه ولا 14 نقطه، وهكا غادي على البلاصه الضعيفه. دابا راه طالع حتى 15 عام وانا دابا كنتريني في هذه الرياضه هذه. البروتين اللي كتحتاج في وجبه واحده من 25 حتى 35 غرام ديال البروتين في وجبه واحده. الكمال الاجسام اي رياضه ما كتاثرش على الطول، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيتحكم في هذاك الشيء. الطول راه ما يقولكش واحد لا ما خدمتيش الرجلين راه غادي تقدر طوال ولا غادي تقدر تقصر ولا اي حاجه من هذا الشيء. الطول ما عندوش علاقه من هذه الرياضه هذه. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد البروغرامات دابا، ما بغيتش ندير لكم خص غندير التنظيم ديال الفيديوهات باش تلقاو استفاده منهم، وان شاء الله راه جايين الفيديوهات بشويه بشويه. في رمضان غادي ندير لكم الوجبات اللي خصك تاكل في رمضان، وفي السحور وفي العشاء وفي الفطور وداكشي كلشي مقاد ان شاء الله. غير عطوا شويه الوقت الله يرحم بين الوالدين. البروتين ما كيأثرش على الكلاوي. البروتين الا زدتي في الكميه ديالو، الا كليتي بحال مكمل غذائي كتقرا في الطابلو ديالو كيقول لك راه خصك تشرب جوج سكوبات ولا تشرب ثلاثه سكوبات في النهار، كاين اللي كياخد 10، كاين اللي كياخد 15 سكوب. الدراسات اللي قالوا لك في الطابلو تما قالوا لك راه خصك تاخذي ثلاثه ولا اربعه في النهار، وانت كتاخذ واحد الكميه كبيره. اش كتسنى من هذاك؟ ضروري تقدر توقع في شي مشاكل ديال الكلاوي ولا المعده ولا شي حاجه. يعني راه خصك تمشي على داكشي اللي كاين في الطابلو في اي مكمل. الا كنتي كتاخذ الكميه اللي محتاج في النهار ما تخاف والو من الكلاوي، ما تخاف من حتى حاجه من هذا الشيء. انا كنت كنستعمل هذا الشيء على مده طويله، الحمد لله كل شيء بخير على خير. كاين ثلاثه الطرق اللي تختار فيهم باش تشرب البي سي اي. الطريقه الاولى قبل لاصال، وسط لاصال، ولا من بعد لاصال. غتختار فيهم وحده داكشي اللي محتاج ليه انت. انا ما كنشربهمش من بعد لاصال، حيت من بعد لاصال كنشرب انا البروتين، والبروتين راه فيه البي سي اي. ثلاثه البروماديج تقدر تزيد واحد الكتله العضليه اللي كبيره بزاف، المهم تقدر تزيد واحد الكتله العضليه تكون صغيره، ولكن داكشي كما قلت لكم على السعرات الحراريه ديالك شنو خصك تاخذ. كما قلت البروتين راه كيتحتاج في وجبه واحده كتحتاج من 25 حتى 35 غرام ديال البروتين. يعني الا درتي ثلاثه الوجبات فيهم هاد 35 35 35، وقارنها على الجسم ديالك واش هذاك هو البروتين اللي كتحتاج، راه تقدر تزيد واحد الكتله العضليه بالنسبه مزيانه. ولكن كما كننصح انا بها، تزيد اللهم تزيد 4 ولا 5 الوجبات راه مزيانه باش تفرق بين الوجبات وتكون واحد النتيجه مزيانه. بحال الكارنوتين، بحال الهيدروكات، ليبوسيكس، هادو كلهم راه حرق الدهون، ولكن غنهضر عليهم من بعد ان شاء الله. انا كنستعمل الكارنوتين حمض اميني، داكشي علاش كنستعملو انايا، ما تخاف عليه والو. حصة قبل رمضان ما كنصح بها انا حتى شي واحد يدير هذا الشيء. راه كاينين بزاف الناس اللي بغي يدير ماس مسكولير اللي بينقص الدهون. اللي بغيتي تنقص الدهون قبل الفطور كنصح بها غير تمشى باش تحرقي السعرات الحراريه، ما دير لا رياضه لا والو، تمشى تمشى تمشى
سالي الفطور ديالك بعد التراويح، تقدر تدير اي رياضة اي واحد منكم. في 70% ديال الناس كيسولوني فاش خدام. انا غادي نبدا معكم باش خدام. انايا بيرسونال ترينر، مدرب خاص ديال لي فيتنس هنا في مارينا وهنا في دبي، وكندير اونلاين كوتشينغ وكندير موديلينغ بارت تايم. بعد خطرات كنخدم عاوتاني موديلينغ هنايا مع شركات، نقدر ندير لهم الاشهارات على الحوايج، على بزاف الحوايج. المهم هذه هي الخدمه ديالي، كنت خدام من قبل بزاف الحوايج، ولكن نخلي لكم واحد الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لكم قريب، بحالاش جيت من المغرب حتى لدبي، وشنو هما الصعوبات اللي لقيت، وشنو هو الخدام اللي خدمت هنايا وهذا، وان شاء الله باش نعطيكم افكار حتى نتوما ديروا احسن مني ان شاء الله. وسمحوا لي بزاف الا ما قريت لشي واحد الميساج ديالو، راه كتشوفوا راه الشير كثير بزاف. ولا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات هادو ما تنساوش ديروا ليا لايك، والناس الجديد يديروا لي سبسكرايب وكتب لي شي كومونتير. الله يفرجكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.